طيب في البداية أكيد خالص التعازي في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، طبعا نجم نادي الزمالك السابق في كرة الطايرة، والنهارده وفاته المنية صباح اليوم. رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. من الشخصيات المميزة جدا المحبوبة في الوسط الرياضي بشكل كبير، وأكيد خالص التعازي كمان لأسرة الرياضة المصرية بشكل عام وأسرة الكابتن عزمي مجاهد، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بإذن الله تعالى. طيب امبارح